شو بتحكي لنا اخي عن الوضع الانساني هون في مدينه راسلان؟ المي ملوثه، عم تجينا من حمص، من حمص ملوثه، صار لها 3 ايام ملوثه، ما عم نقدر نشربها، عم نلجأ للآبار وما عم تقدينا. طيب شو السبب انه ملوثه؟ مين هو اللي لوثها؟ اكيد النظام بشار الاسد عم يبعث لنا ملوثه ومسممه، العالم عم تموت منها، عم تتسمم. طيب عين الله، شو الوضع هون الانساني بمدينه راسلان؟ شوفت عينك، طلع صور حوالي، يعني خراب، كلياته خراب، ما في شيء عندنا، شيء صار ما تضل دار عدا. لا حول ولا قوة الا بالله. شو رايك بمدة برجينا في 2؟ حكي على الفاضي. طيب بعين الله، فرج الله.